السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. الو، الفيديو ديال اليوم كان تحت طلب ديال بزاف ديال المتتبعات وبنات والصحابات والعائله اللي سقسوني وعاودوا سقسوني على هذا الماسك الغريب العجيب، الوصفه ديالو والطريقه ديالو. الو، اليوم انا غنلبي طلب ديال بنات كامل اللي سقسوني على هذا الماسك، هذا الفوائد ديالو، طريقه الاستعمال ديالو، طريقه الغسل ديالو، للصالح ما هو هذا الماسك بصفه عامه. الوغ الا هبطتوا القناه ديالي، ثالث فيديو في القناه انا كنت هدرت وابليكيت هذه الوصفه هذه ديال هذا الماسك، ولكن ديال بنان كان صفر. دابا هذه المره ملي بغيت تقادالي استعملته وتقادالي وعاود خديته وتقادالي، هاد المره ثار الانتباه ديالي هذا ديال الالويفيرا خضر، وقلت وصراحه فيه بزاف ديال الكستوات، ولكن اثيراني هذا، الكلمه الوحده اللي اثيرتني هي هاد ايدغاتون، يعني كي ايدغاتي وصافي. قلت غادي نستعمله ونرد عليكم الخبر، دونك انا غنستعملو معكم ونوريكم الطريقه تحت الطلب ديال بزاف ديال البنات اللي كانوا سقساوني. دونك اول ما بغيت نقول لكم بانه 98% ديال مكونات ديال هاد الماسك هذا كامله ناتوريل، ما فيها لا سيليكون لا بارابين لا مواد كيميائيه لا كولورون لا ملونات لا والو. الوغ هاد الماسك اللي هو هاد النوع الخضر فيه تريبلو، فيه تريبل ديال الاستعمال، وصالح للزغبه اللي هي كتكون من نورمال حتى اليابسه، اللي كتكون يابسه من الاطراف، وهذا هو السبب اللي كيخليني انا نستعمله. الوغ هذا الماسك فيه ثلاثه استعمالات، والرابعه هي اللي كنستعمل انا. غنقول لكم الاستعمال الاول والثاني والثالث اللي كاينين مكتوبين هنايا. الوغ الاستعمال الاول كتستعمل كبلسم كديميلور، يعني ملي كنكونو في وسط الحمام كنغسلو الشعر ديالنا، من بعد كنعملو كريمة ديميلور، هذا كنعملوه كديميلور، كنخليوه المهم الزغبة كتكون فاسكة طبعا، كنكونو كنغسلو، كي رطبنا الزغبة وكنقدرو نفكوها إلا كانت معقدة، إلا كانت صعيبة أننا نفكوها، وصافي وكنغسلوها بالماء ونوضو بحالنا وسالينا وفضينا. هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني كنعملوه كماسك، ماسكيرا ماسك، يعني ملي كنغسلو الشعر ديالنا وحنا في وسط الحمام كنعملو هذا، كنابليكيوه وكنخليوه 3 دقائق في الزغبه ديالنا في الراس ديالنا حتى كيعمل ليفي ديالو، ومن بعد كنغسلوه. الاستعمال الثالث هو انك تستعملو يا فوق الزغبه يابسه، يا فوق الزغبه في الزكام ملي كتكون برا الحمام، برا الحمام فقط في الصباح غادي تخرج كتبريباري في راسك، غادي تعملو يا فوق راسك يكون تكون الزغبه يا اما فازكه يا اما يابسه، كتعملو قليل 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 بحال تعمل الجل، كتعملو في يدك وكتفرك يدك مزيان وكتابليكيه وكتخليه بدون غسل. هادو ثلاثه ديال طرق الاستعمال اللي عطينا الماسك مكتوب هنايا، الاول الثاني الثالث. الاستعمال الرابع واللي كنعمل انا واللي هو بغيت نعمل لكم عليه الفيديو، هو انني مثلا دابا انا فيقت في الصباح، غادي نوض نقضي الاغراض ديالي في الدار، غادي نطيب غادي نمسح غادي نخمل غادي نجلس غادي ما نعرف، عندي اغراض تسقطوا في الدار، دونك غادي نقبطو وغادي نابليكيه وغادي نخليه حتى نسالي الاغراض ديالي وغادي نغسلو. هذا كيكون كقناع مغذي مرطب معالج، فيه بزاف ديال المسائل. للصالح هاد الماسك انا مثلا اللي غنعمل دابا، انا ها هو شعري كنت حاولت البوكليه تبوكله لي قليل، ولكن ها نتوما لي في لي عطاني كاع ما تبوكله بزاف بحال اللي كنت باغا، كنت بوكليتو غير بواحد البرودوي وكاع ما تبوكله لي بزاف، يعني بحال خسر لي الزغبه، يعني انا كاع ما صالحني البوكلي ولا نعمل لا لاك ولا والو. الوغ كيف كنت كنقول لكم، لا صالح هذا الماسك اللي عنده الزغبه اطراف متقصفه يابسه محروقه متضرره مهلوكه بالصبايغ،
مهلوكه بالحراره بلا بيسين بالبحر بالصيف، المهم خصو بحال حمام زيوت غير هذا ماسك. حمام الزيوت كنعملو الزيوت وهذا ماسك، كتابليكيو على الراس ديالكم كامل. مثلا انا عندي الزغبه دهنيه ما غنابليكي هنايا من لي غاسين، لا غادي نابليكي غير الاطراف، غادي نابليكي على الاطراف فقط. اللي ما عنده الزغبه دهنيه او حتى اللي عنده الزغبه دهنيه ومتضرر حتى من هنا يابليكي حتى من الفوق، اما اللي عنده الزغبه يابسه وكاع ما دهنيه يقدر يابليكي بدون حتى بروبليم. كتابليكي من هنا لتحت غير الاطراف فقط، هو اللي غنابليكي معكم دابا وغنوريكم طريقه الاستعمال وطريقه كيف نابليكيوه واللي غنغسلو وغنتبع معكم مرحله مرحله. كنتمنى نفيدكم ويكون الفيديو يعني بالديتاي مفهوم معوض كيف ما بغاوه البنات كاملين بيهم، حيت كيهبطوا القلبو في القناه ديالي ومع هو انه الثاني ولا ثالث فيديو وقيله كاع ما كيوصلوا لتحت ولا كيملوا ولا كاع ما كيعرفوا فين. انا بغيت نطلعوا نعملوا فوقي ونيت تكون واحد الفايده انني نستعمل هذا الخضر اللي هو الالويفيرا كاع ما ديال الصفار دبانه اللي كنت استعملت قبل. دابا غندوزو الطريقه ديال الاستعمال، خليكم معايا.
فهمتوا الطريقه؟ كتقسموا كتابليكيو لتحت صافي. من بعد كتسخنوا كتحاولوا تسخنوا، عملوا له السمنيه الحياتي، عملوا له داك الفيلم اليمونتير، غطيوه باللي بغيتوا. الا كبرتكم هيدا نتوما كتقضيو الاغراض ديالكم، خليوه هيدا عريان كما بغيتوا. دونك انا حتى غنقضي الاغراض ديالي في الدار كامله ونساني، عاد غنغسلو وغنكمل معكم الفيديو وغادي نوريكم الريزلت فينال ديالو. الو مهاليا مهاليا فراسي، غادي نبروفيتي غادي نعمل واحد الكوماج، واحد المقشر، ما غنعدلو ما والو حيت انا عندي معدل يعني واخده هادو من المغرب. هاد المره خديتهم هانتوما، هضرت عليهم في الفيديو وريتولكم قبل. الو هذا ديال العسل، هاد الوسطاني ديال لافوكا، والكبير ديال الكوكو، غزالين كيحمقوا. اللي مزيون فيهم انهم كاينين ناتورال وكاينين كيعطيو لي في غزال. انا كل مره كنعمل واحد، واكثريه هما ان ملي كتعملو كيبس وكتبقى تقومي الوسخ البنات كينوضلك، كيصفيه لك وكيرطبو لك وكيقومي بواحد الطريقه غريبه، لانني انا كاع ما كنت استعملته ديته في الضله، وقلت ديت ثلاثه بزاف وهذا كبير منهم، هذا اكبر واحد فيهم، مازال الاخرين ناقصين عليه. قلت وقيلا تقالوا مع الطياره والبليزه وخلصت ومسائل كامله، وخا عندك نتزرف ولكن البنات غزال كيحمق. البنات اللي في المغرب كاين عند صحاب المكياج، كاين عند صحاب العطاره، كاين عند صحاب اللي كيبيعوا الوصفات بيو، هادو في المغرب كاينين. البنات اللي في اوروبا وكاع ما عندهم هادو يتواصلوا مع العائله اللي كيصيفطوا لهم من المغرب، ولا الغالب والله الا ما لقاو ما يعملوا يعملوا بزاف ديال لي كوماج. كاينين واحد عملته في القناه ديالي ديال الخزامه ودال الورد، وهذاك لي ستوندار عادي هو ديال القهوه وزيت العود والعسل حره، يعني قهوه كنظن في اي دار كيستعملوا القهوه، فين ما تكملوا من القهوه ديالكم عملوه وقوميو به. دونك انا غنستعمل معكم واحد من هادو ديالو، ما غنستعمل ديال لافوكا، بغيت نستعمل ديال لافوكا، وغادي نبروفيتي قلت لكم قضية غرض، غادي نبروفيتي ونعمل هذا. هذا فيه الحبيبات كما كيبان لكم، ها نتوما في هاد الحبيبات، هادو هما اللي كيعاونوا على انك تقومي هذه لابو ديالك، هما اللي كيعاونوك داك الحبيبات ضروري. وكيف ما كيبان لكم كيبيض لابو، كيخليها ناعمه كالحرير، كيساعد على التركيبة الطبيعية، على تبييض الوجه وإزالة البثور والبقع السوداء وخلايا الجلد الميتة، الجلد الميتة الخلايا يعني داك الوسخ اللي كينوض بحال اللي قلت لكم، وكتنظف البثور، كتنظف المسامات والبثور بعمق، وكتخلي لابو ناعمة وطرية ورطبة بحال اللي قلت لكم. كيصلح الانواع ديال لابو كاملين، مزيته اللي كاع ما مزيته، اللي ساك اللي حساسه، انواع ديال لابو كامله كيصلح. دونك انا غنابليكي هذا، خليكم معايا ونتلاقاو من بعد. الوغ البنات الكوماج عملتو ابليكيتو، الوقت اللي غادي يبس اللي غنبدا نقومي انا كاع ما غنضيعو مع حدي في الحمام، غادي نعمل واحد ماسك اللي غنعملو مور هاد الكوماج هاد. الوغ ماسك اليوم انا عندي ماسكات اللي هما معدلين مصاوبين، ولكن انا بغيت نفيد البنات ونعدل معاهم دي ماسك لي هما يقدروا يتعدلوا في الدار. دونك انا غنوريكم هادوك اللي عندي مستعملين زعما معدلين، غير نفتح وندهن وغنوري لكم
يا اخر اللي غنعدل انا معاك. دونك انا عندي هذا فيه القناع طبيعي، فيه ابيض، فيه داك الوداع ياك، وفيه الحامض، وفيه اتاي خضر. هانتوما عندي اخر فيه الغسول، الغسول اللي كنعرفو كاملين طبيعي، فيه الموارد، فيه المزهر، وفيه الطيل الاخضر. ها هو معدل حتى هو ديال الغسول. وعندي هذا قناع طبيعي احمر حيت فيه العكرفاسي والزهر. ها هما، ولكن انا اليوم كاع ما غنستعملهم، غنعدل معكم واحد حيدا بنات يزعموا يعدلوا لي ماسك في الدار بوحدو حيت ساهل ماهل. الوغ انا اليوم غادي نستعمل الطيل الاحمر. ها هو الطين الاحمر، ديتو من المغرب، والطين الابيض. عندي حتى الخضر اللي ما غنستعمل غير هادو. غادي نزيد عليه الورد، الورد، الورد عادي يابس مطحون. ها هو الورد ديتو من المغرب، عادي يابس، هو مطحون. الطوكو الفينالي بحال اللي كنقولوا اللي غنزيد عليه هو هاد الزيت بورو ديال الورد. كاملين بينا كنعرفوا سورتو الناس اللي في ايطاليا اللي في اسبانيا، راه عمل بوم واحد الوقت. هذا غنزيد عليه قطرات هيدا كاع نعملو من بعد ديريكت على لابو ديالي. كنفضل انني نستعملو في الوصفات ديالي قطيرات لا اكثر. دونك انا غنهبط لكم الكاميرا هكذا نوري لكم الخلطه اللي غنزيد. وقف بسم الله. الو، قلت لكم عندي الطين الاحمر، وعندي الطين الابيض، وعندي الورد مطحون، الورد عادي اللي كيكون يابس كنطحنه، وعندي هاد الزيت ديال الورد ديال الروزه اللي هضرتكم عليه قبل. الو انا حيت غيلي لي بوحدي غادي نستعمل غير هاد العبار ستيتو هاد، هيدا كنكون لا دوز عندي معوض. هانتو انا من معلقه من هذا، معلقه من هذا، وطبعا معلقه من هذا. اللي عنده لابو دهنيه يخلطو بالماء ورد، اللي عنده لابو يابسه يخلطو بدانون مسوس. تبقاو تخلطوا وتزيدوا حتى توصلوا ل لا كونسيستانس اللي بغيتوا. غنزيد ديك القطره ديال الزيت. كاع ما بزاف، واحد اربعة القطرات صافي. ثاني كاع ما يكون فحال الماء، يكون فحال هيدا كيف ما كيبان لكم، يكون عاقد بحال لاباط. ها صافي، دابا غادي ندوز نقومي معكم داك الخلطه اللي عملت، ومن موراها غنابليكي هذا، غنزيد له واحد قطرات قليله. صافي ها هو الماسك ديالنا. انا تعمدت نعدلو هيدا البنات اللي كاع ما عندهم هادو اللي كيكونوا معدلين مصاوبين كاع ما يعكزو ينوضو يعدلو في الدار بمكونات بسيطه. يلا يعني خليكم معايا نتلقاو نقومي. Thank you.
برنا وا صاحبت كتبرزتني هاد القطه هادي كتبرزتني هاد القطه. انا ملي كتعطينا ماسك العايله انا من بابا كنماسك خليني نصور هبط عليا الكرعين ديالك عاوتاني عمل لي فحال عملتيني هنايا فحال هاري بوتر والله يا باباك ها يلا لعبت التسع هانتوما البنات اصلا راه الريزلت غيكون باين لكم كاع ما تحكوا اغريسيف كاع ما تحكوا البنات بزاف والا غتهلكوا لابو ديالكم يعني حركات خفافين وكاع ما بزاف وسورتو هاد المطاح وهاد المطاح وهاد المطاح ومن هنا هاد المطاح سورتو هنايا هنايا فين كيكون عندنا داك لي بوان نوار والحرشيه وداك الوسيخات ومسائل كنتو ما عارفين. صافي دابا غنابليكيو الماسك اللي عدلت معكم قبيله ها هو ديريكتومون غادي ندوز نابليك انا غندور مرايا هكذا يبان لي مزيان بنات انا ابليكيت ماسك بغيت غير نقول لكم و تو دو سويت خصو تابليكا ورا القماش بقاو كنبقاو نقوميو لابو ديالنا كتحمر كطلع فيها الحراره مع ديك الحبيبات كيحرقوا لنا بو لابو يعني ملي كتعملوا هذا الماسك هذا ديال الورد وفيه الماء ورد وفيه الورد والدين الاحمر والدين الابيض كيبرد لك تو دو سويت على لابو ديالك هذيك الساعه غير كتعملوا كتحس بلابو ديالك بردات وكتغدى مزيان من داك الماسك اللي عملته دونك انا غنخليه واحد من 15 حتى ل 20 دقيقه صافي وديك الساعه نغسلو وغنغسل الوصفه حتى من بعد تنقضي الغرض ديالي كاملين ونعاود نرجع وغادي نغسلو وغنوريكم الريزولتا فينال وداك اللمعه اللي كيعطي من مورا الغسيل دونك هذا غنخليه من ربع ساعه حتى قلت لكم ربع ساعه حتى لثلث ساعه وغادي نغسلو وسيرتو البنات كنأكد عملوه تو دو سويت من مور ما تعملوا القماش كيبردكم داك الحكه اللي كنتو كتحكوا مع دوك الحبيبات راه كيكونوا حارشين راه كتحسوا بهم في لابو ديالكم وكتولي حمراء كتولي بحال ملتهبه تو دو سويت تعملوا فوق منها الماسك افيكاس صافي وبنات اللي كيبقى لهم الماسك انا هذاك العبر اللي عملت هو اللي كيكفاني اللي بقى لهم مثلا الماسك كاع ما يسيبوه يعملوا الغلاق البواطه ويخبعوه يومين ثلاث ايام اربع ايام سيمانه اخرى ما عنده ما يبقى له ولا كرم زيدوا عليه غير الموارد وغادي تطلق لكم ودهنوه بالصحه بالصحه والراحه يلا نطلقوا من بعد خليكم هانتوما البنات ماسك ها هو يبس
كما كيبان لكم. ودابا غادي ندوز ونغسلو نحيدو. خليكم معاك. هانتوما البنات غسلتو صافي. واحد احساس كما نقدر نقول لكم اولا نوصفو لكم حيت خصكم تكونوا نتوما عاملينو عاد غتفهموني. ما غنعمل والو، غنعمل غير الموارد ديالي بركه. ما غندهن ما غنعمل والو، الموارد فقط. دابا غادي ندوز غادي نغسل. قديت الاغراض ديالي، داز واحد 3 ساعات ولا 3 ساعات ونص تقريبا. غادي نغسلو ونتلاقى معكم. خليكم مع الفيديو تعرفوا الريزلت فينال ديال هاد الماسك الغزال مزيون. خليكم معايا. بغيت نغسلو فرصه حيت بزاف ديال البنات كتسقسلني على لي برودوي اللي كنغسل بهم. حاليا انا كنغسل بهذا البنات، هاد لوريال. هذا راح كاين حتى في المغرب، حيت ما نتي بوبليسيتي ديالو في الدوزان غيكون كاين حتى في المغرب. فيه لاكيراتين فيجيتال، وفيه الفيتامينات، وفيه الزيت بروتيكتيفو، يعني الزيوت اللي كتحمي الزغبه ديالنا. عنده الماسك ديالو اللي هو عباره بحال هيدا، بحال هاد القرعه، ماسك بلسم عادي. وعنده بلسم اخر اللي هو هيدا، كيكون كونسونطري، الكريمه ديالو كونسونطري بزاف عقده، يعني كيف كيقولوا القوه ديالها زايده مضوبله كاع ما بحال كريمه اخرى. هذه كتحس بالفرق ملي كتعملها كونسونطري بزاف، والريزلت ديالها مزيون. وكاين طبيعه الحال الماسك ديالها، ها هو. دونك كريمه والبلسم اللي انا تلالي، والبلسم ياخر اللي هو قلت لكم كونسونطري، يعني عاقد بزاف، والبلسم ديالو. بغيت نغسل الفرصه وبنات كيسقسلني هذه هي لاكام اللي كنغسل بها حاليا غزاله، والفرق كيبان من اول غسله. دونك انا غنغسل ونتلقى معكم من بعد الكمالة ديالي. باين وواضح. هانتوما كيف ما وريتكم بزاف ديال المرات، هانتوما وصافي. غادي نعمل واحد قطيره ديال بنات. هانتوما هانتوما بغيت نعاودكم الكاميرا. ها انا غسلتو ويبستو،
ها هو كيف ما كيبان لكم، ها هو الغزولتا. هانتوما غنهز التليفون ونحاول نوريكم خطيره من واحد السيروم كنعملو غير في لي بوان. كما كتعرفوا انا عندي الزغبه دهنيه. هانتوما كنعمل هذا، سبق لي وريتو عده مرات، فيه ارغان وماكاداميا. فوالا السيروم اللي هو زيت تريتمون، الا تبعتوه راه غيعطيكم نتيجه. دونك فوالا هذا هو الاخر ديال الفيديو. هانتوما كنتمنى من كل قلبي نكون فدتكم ونكون فهمتكم، يعني ايتاب باغ ايتاب، نقطه بنقطه، وفهمتكم الفيديو مزيان. هيدا البنات كاع ما يكون صعيب عليهم وعندهم بزاف تساؤلات وبزاف دمرت كيسقسوني وكيعاودوا لي هذه مع واحد الحبوبه بحال السخانه ناطلي. المهم تنقلبوا ليا على حتىي على وصفه اخرى. كنتمنى نكون فيدتكم وكنتمنى نكون عطيتكم الديتاي في الفيديو وصافي. هذا ما كان، نتلاقاو فيديو واحد ياخر ونخليكم على خير. تهلاو لي فراسكم، باي باي.